ومن هذا المنبر وبعيد عن أي إحقاد وبعيد عن أي تصفية حسابات وتسقط حركة البناء الوطني أي ظلم وقع عليه، إلا أننا ننادي من هذا المنبر أن أساس كل فساد هو الفساد السياسي، فننتظر من النيابة العامة ومن وكيل الجمهورية أن يتحرك لمكافحة الفساد السياسي وعلى رأس الفساد السياسي الذين زوروا إرادة الشعب بإعطاء 6 ملايين توقيع لعبد العزيز بوتفليقة.